مساء الخير، بعد زمن رجعنا لكم في برنامجكم متيان شرير لو شو. الليلة سيدين انه ضيفنا يكون نائب وزير المالية السيد أجوك ماكور، وحوارنا الليلة حيكون عنده علاقة بالجانب بالوزارة، جانب آخر بالأوضاع داخل الحركة الشعبية في المعارضة. سيد نائب الوزير، مرحب بك. مرحب بك متيان شريلو في برنامج متيان شو، ومرحب بك أيضا في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فأنت مرحب. قبل ما نبدأ حوارنا نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم. اوكي، ورجعنا لكم بعد الفاصل. واول سؤال لسيد نائب وزير المالية، 100 مليون دولار عشان تفتحوا بو سفارات، و10 مليون دولار عشان تدعموا بو الناس اللي تضرروا من الفيضانات، اللي هي المبلغ الكبير للسفارات ومبلغ اقل للناس المضررين. هو في الاصل بالنسبة للسفارات، طبعا تعلم جيد انه هناك متأخرات في الرواتب بالنسبة للسفارات، بلغ الآن حوالي 26 شهر، وكذلك السفارات مش المرتبات فحسب، هناك أيضا قضية ثانية هي قضية الإيجارات، والآن معظم السفارات مهددة بالإخلاء من المواقع بتاعتهم في الدول المختلفة، وبالتالي الوجه الخارجي بتاعنا بيكون غير مرضي، ونحن دولة ذات سيادة ومفروض نكون عندنا المسؤولية تجاه السفارات بتاعتنا في الخارج باعتبار ممثلونا كدولة وكسيادة. التراكم اللي حصل في تأخير الرواتب بالنسبة للسفارات معلوم بالعامة بالنسبة للناس كلهم، انه فعلا هذا التأخير بدأ قبل توقيع الاتفاق، يعني الدولة خشت في إشكال بتاع الدفع المرتبات لظروف متعددة. هناك ظرف متعلق بالحرب أثر على دفع الرواتب، وهناك ظرف أيضا متعلق بانخفاض أو انخفاض الأسعار بتاع النفط عالميا، أنت تعلم ذلك. وبعد ما وقعنا الاتفاق وجدنا انه يعني الكوفيد 19 اللي هو المرض اللعين ده اثر على الحركه التجاريه العالميه، مش السودان او الجنوب، اقصد مش جنوب السودان فحسب، بل كل الدول تاثروا سلبا مع هذا المرض. ده كله لعب دور سالب في مساله الانتاج والانتاجيه، في مسألة الإيرادات بالنسبة للموارد الغير بترولية، مع العلم التام أنه نحن يعني القروش اللي بيجينا من النان أويل بيجي عن طريق الجمارك، بيجي عن طريق الضرائب. أوكي، طيب ساكت. نعم، ده واحد. ده بالنسبة للخارجية. فمسألة 100 مليون أصلا في ميمو قدم وزير الخارجية في مجلس الوزراء الأخير، وطالب انه يا اخي هو محتاج في الخارجيه انه يبحث عن مورد يقدر يغطي به او يدفع به المتاخرات بالنسبه للخارجيه، ويدفع به الايجارات.
مجلس الوزراء بقيادة الرئيس سلفا كير وجه المالية إنه المالية لازم يفتش مخرج ويدفع هذا المبلغ. وأنا أكد لك الآن عبرك عبر برنامجك ما تسيع إنه نحن الآن في وزارة المالية منذ الأمس بدينا في تنفيذ موجهات مجلس الوزراء في إنه لازم ندفع المتأخرات وندفع الإيجارات. فدينا أكد للمواطن لأنه ممكن مواطن يكون متابع. دينا أكد للمواطن إنه خلال 48 ساعة الآن حندفع إيجارات للسفارات الخارجية لمدة عام. ده واحد الأول. وحندفع رواتب بتاع 3 شهور الآن. أنا بتكلم معاك إنه الآن الوكيل والمدير العام وغيرهم الآن هم في ترتيبات في داخل وزارة المالية في دفع هذه الرواتب. وبالأمس القريب أنا وجهت الوزارة إنه لازم موجهات مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يلقى مكانه ويبدأ التنفيذ فورا. أوكي، لكن يعني في عندك 500 ألف مواطن متضرر من فيضانات. أنا جاي الأولى الأولى أنك توفر له 100 مليون دولار ولا توفر له 10 مليون دولار؟ ال 10 مليون دولار قدمه وزير الشؤون الإنسانية بيتر ميان في الجلسة الأخيرة. قدم الموشن بتاعه وقدم البلان بتاعه أنه يقدم له 10 مليون كبداية، يعني كحاجة عاجلة، يمكن يسموه ميزانية عاجلة أو إزعافية. هو قدم الطلب بتاعه ومجلس الوزراء بالإجماع وافق على ذلك انه يدفع هذا المبلغ، وليس هو المبلغ الاخير، سوف يستمر لانه مساله الكوارث او مساله الفيضانات هي مساله الان بالنسبه للحكومه مساله شاغل بالنسبه لهم، ويعتبر ده يعني شيء مهم انه الدوله يتدخل مباشره في انغاز الارواح والممتلكات بتاعت المواطنين. اوكي. والسيول الامطار عبرك ان احنا يعني نقول سيول الامطار مغطي معظم الجنوب، يعني يمكن نقول معظم الجنوب الان هم في حاله بتاعت سيول. اوكي، طيب يعني ما قفلوا السفارات دي وطالما انتم ما قادرين تدفعوا ايجارات، ما قادرين تدفعوا رواتب للدبلوماسيين، مالنا؟ اقفلوا السفارات دي طالما انتم ما قادرين توفروا ايجارات، ما قادرين تدفعوا مرتبات. طبعا دي اجراءات ثانيه، وكلامك سليم. اذا 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 الدوله شعرت انه نحن ما قادرين مثلا نوفر الإيجار للسفارات بتاعتنا حتى لا يواجهوا يعني بهدلة في تلك الدول، مع العلم التام أنه السفير بيمثل الدولة وهو برمز للسيادة بتاعتنا في تلك الدول، نحن مطالبين كحكومة لأنه نصون كرامته ونحميه ونحفظ السيادة بتاعتنا في تلك الدول وندفع الإيجارات. وبالتالي مجلس الوزراء الان ادى قرارات في الاجتماع الاخير بانه لازم يتم معالجه ذلك ويتم دفع المتاخرات ويتم دفع الايجارات بالنسبه للسفارات. وهذا ما شرعنا فوق الان في وزاره الماليه في تنفيذ موجهات مجلس الوزراء. اوكي. وانا بدي اكد لك انه يعني مسائل بتاعت انا كلامك ده بيجي في انه يعني يعملوا ريديوزنج اللي هو تخفيض السفارات، وما ده يعتبر بوليسي، ده سياسة الدولة هي معنية بذلك، ودي مسؤولية كاملة للدولة. إذا كان في أي شعار بين المحتاجين لتخفيض الوزارة السفارات لأسباب اقتصادية حيجي وقته وحيجي زمنه حيتم مناقشته، لكن الآن نحن بصدد دفع الإيجارات بالنسبة للسفارات. قلت إنه إذا الدولة شيرت إنه ممكن تكفل، هل لحد هسه ما شيرت إنه أنتم ما قادرين تدفع رواتب؟ طبعا السياسه هي ما سياسه لوزاره معينه، هي سياسه الدوله. وسياسه الدوله يناقش في 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 الفورم بتاعه او في مجلس الوزراء. اذا كان في وزير الخارجيه ما قدم اي طلب بتخفيض الوزارات او بدمجها او بتقليل القوه العامله في تلك السفارات، ده لسه الوزير الخارجيه ما قدم اي طلب بذلك. لو قدم طلب بذلك انا متاكد المجلس على الوزراء هيجلس ويناقش امكانيه تخفيض السفارات او تخفيض القوه العامله الموجوده هناك. لو قبل كده الخارجيه اتجهت لذلك وبدا في تخفيض بعض واعاده بعض السفراء
والدبلوماسيين الى الرئاسه الخارجيه في دوله جنوب السودان. فافتكر ده ما المره الاولى انه يكون في مناقشه متعلقه بالريديوزنج بتاعت القوى العامله. مش ريديوزنج انهم يتم يعني ابعادهم من وزاره الخارجيه، ولكن القصد بتاعك انه تخفيض القوه اللي بتكون موجوده في السفارات المعينه. وده طبعا مسؤوليه وزير الخارجيه، دي مسؤوليته هو، هو اللي بيحدد انه كان في امكانيه تخفيض العدد من عدمه. اما نحن في الماليه بيهمنا انه كيف يتم استقرار السفارات في الدول، وكيفيه امكانيه دفع المرتبات ودفع الايجارات، دي مسؤوليه كامله لوزاره الماليه ودي سياسه وزاره الماليه. اوكي اوكي، لما نتكلم عن سياسه بتاعت وزاره الماليه، شنو الجديد في الهيكل الراتبي الجديد اللي طرح الحكومه؟ نعم، الهيكل الراتبي انت بتكون يعني بيبقى معلوم بالضروره طبعا انه رئيس الجمهوريه اصدر قرار او وجه انه يتم يعني زياده الرواتب بنسبه 100%. انا داير اقول لك انه نحن في وزاره الماليه والتخطيط وضعنا خطه كانت واضحه في الهيكل الراتبي، وده بالتعاون طبعا مع وزاره الببليك سيرفيس اللي هو وزاره الخدمه العامه. وزاره الخدمه العامه كان عندها برامج وعندها زي حوالي 4 مقترحات لزياده الرواتب، ولكن طبعا تعلم جيد انه مساله زياده الرواتب هي مساله ايضا مربوطه بزياده الانتاج والانتاجيه، ومربوطه بزياده الدخل القومي بتاعك. وانت تعلم جيد انه الان الدخل القومي لجنوب السودان هو دخل بيجي عن طريقين، في دخل بيجي عن طريق الايرادات الغير بتروليه، وده بالتحديد في مساله الضرائب والجمارك وغيره، وهناك ايرادات عن طريق البترول. طيب بالنسبه لايرادات البترول، دي ايرادات ما بيعتمد عليها، لازم المواطن يفهم ده، الاعتماد كله يكون على البترول، لانه البترول واحد هو من الموارد الغير متجدده، يعني ممكن ينضب، ده واحد. اثنين، مساله الاسعار عالميا هي مسائل متذبذبه. افتكر انه النقطه دي معلومه للجميع، لكن أيوة. انت كوزير هل شايف انه التعديل ده هل جيد، هل مناسب بالنسبه للتعديل ده؟ التعديل ده نتاج طبيعي للظروف اللي بيمر بها البلاد. اصلا دائما سياسه الماليه كالاتي، وزاره الماليه من سياسته هي سياسه ماليه، والسياسه الماليه عندها طريقتين، عندها اثنين اداء، عنده الاداء بتاع الانفاق اللي هو النفقات بتاعت الحكومه والضرائب. احيانا بيكون في سياسه توسعيه واحيانا انكماشيه. التوسعيه انك انت مثلا بتقوم تزيد الانفاق الحكومي وتقل من الضرائب، واحيانا ممكن تزيد الضرائب وتقلل من الانفاق الحكومي. الان الدوله بتمر في ظرف محتاج نحن زياده الانفاق الحكومي. الانفاق الحكومي مش معناه تزيد المرتبات فحسب، حتى مساله التنميه في البلاد هو من الانفاق الحكومي، يعني تفتح الشوارع او تعمل طرق او تعمل مطارات او توصل كهرباء او تعمل مياه، ده كله يعتبر انفاق حكومي. نحن الان محتاجين لهذه الزياده بتاعت الانفاق الحكومي، لان الدوله محتاجه، نحن الان في استقرار في سلام. طيب الزياده، انا داير اقول زياده الزياده الان هي زياده بحسب الضرب اللي بيمر البلد وبحسب الدخل بتاعنا، عشان كده زياده بسيطه ممكن اعتبرها هي زياده. نعم 100%، هي بالنسبة للدول الزيادة بتاعت 100% دي زيادة كبيرة جدا، لكن بالنسبة للسوق بتاعنا وللظروف بتاع جوبا أو بتاع الجنوب، أنت بتشوف إنه المرتب ده ما قاعد يساوي حاجة. يعني مثلا أنا نحن لما جينا هنا وزارة المالية لقينا مرتبات ضعيفة، لقينا مثلا في زول بياخد 1000 جنيه مرتبه، في زول بياخد 1500 جنيه، في زول بياخد 2000، في زول بياخد 3000. لو قمت قارنته، وده مهم جدا يمكن الحته دي تصل فوق، لو قارنته فعلا مع السوق بتلقى فرق كبير، انه السوق فيه ارتفاع صاروخي في الاسعار. اوكي، ما بتماشى مع الراتب بتاعك. أوكي. وهل انت راضي بانه الزياده تكون 100% بالنسبه للمواطن العادي؟ ده ما قرار للزياده الاساسيه، الرئيس اصدر قرار نحن راضين به، ده قرار بتاع الرئيس بيتم تنفيذه، لكن
لو قمنا برضو شفنا السوق قرارات الرئيس ولا انتوا راضين به كم انا يعني اصلا سياسات اللي يتم زياده الدراسه دي كان سياسات ده أيوة. ايوه هسه انت بتتكلم انه اخ في يعني بتشير الموضوع للرئيس بتقول انه ده غرائب من الرئيس انت الرئيس اتدخل انت كعضو في جدل في مساله الزياده انت كوزير هل شايف انه الزياده دي مناسبه الزياده دي كقرار ده قرار نحن بنقول انه ينزل الارض الواقع وواقعي انا ده برضه اكون واضح انا كزول بتاع ماليه عشان ما اكذب يعني لو قلت انا لا لو انا اصل لو علي انا عارف انه مرتب ده برضه ما حيساوي شيء بالنسبه للمواطن انا مقتنع بده لكن انا ما عندي حل لانه حتى لو قلنا بدنا نزيده 500% لو افترضنا من اين ناتي بهذا المال لنغطي الرواتب؟ اوكي واقعي علميا ده الواقع اوكي واقعي يبقى الواقع بيخلينا احنا نضطر انه الزياده تكون بهذه الطريقه ده واقع حتى ذاته محتاج مننا احنا نبذل طاقات ونعمل مجهودات عشان نغطي هذا الراتب اوكي لانه ما من حسابنا يمكن تخطيط ذاته يكون صعب وانت تعلم انه الفتره اللي فاتت كان في متاخرات بتاع الرواتب بالرغم انه الرواتب كانت صغيره فما بالك هسه زدناه بنسبه 100% معناته ده بيتطلب انه احنا كواجبنا كوزاره الماليه زياده الانتاج والانتاجيه حشد الموارد ده دي مسؤوليه وزاره الماليه واذا فشلتوا فيه هتعملوا شنو؟ حشد الموارد ده ما نفشل ما الدور ما دائما بيتكلم عن الفشل الدور دائما بيحاول يتكلم عن النجاح ده الاصل يعني ما في دور يقول والله ماشي نفشل بنبذل مجهود نقدم يعني مقترحات نعمل خطط ننفذه ده واجبنا كدوله اوكي طيب انا اقول انه صح طيب سعادتك عشان المواطن يكون متابع معي انا على قناعه انه صح المساله دي بالنسبه لهم مع السوق المرتفع صاروخيا في فرق لكن احنا برضو كدوله هنبذل مجهود نخش السوق عشان برضو المواطن يلقى نفسه انه في السوق قادر يتماشى معه الاسعار الموجوده في الاسواق لو قارنته بتلقى نفس الاسعار كان موجوده قبل سنه اوكي كويس مقارنه انه نحن الان سعر الصرف اصبح الان قدام الجنيه جاي ماشي لقوته فالمفروض الاسعار برضه تنخفض يعني ممكن مثلا التاجر الوطني اللي بيجيب مثلا بضاعه من كامبالا ولا من افري وير البضاعه دي مثلا يجيبها مثلا ب $5 $5 مثلا بيعادل يمكن نسميه 5 في 4 مش كده 2000 ولا كم ولا يعني حاجه 200 جنيه تقريبا 200 جنيه يقوم مثلا يجيب الحاجه ب 200 جنيه تكاليفه كله لحد ما يصل السوق 200 جنيه بيت رحيله نفترض بالكثير لو بالغ ممكن يبيعه 220 ممكن يبيعه 230 لكن ممكن يبيعه ب 500 يربح 300 جنيه افتكر دي دائره مراقبه مننا نحن كدوله اوكي طيب سعادتك هتنفذوا الهيكل الجديد ده متى؟ الهيكل هذا خلاص حيخش حيز التنفيذ ما خلاص ونس انه تم اجازته الان في مجلس الوزراء وهو الان في طريقه للمجلس الوطني او البرلمان لاجازته الاجازه النهائيه طبعا من البرلمان لكن افتكر انه الان الخطوات التنفيذ الميزانيه الان وضعناه حيز التنفيذ يعني خلاص بقى معروف بالنسبه انه في زياده المفروض يتم تنفيذه اذا المواطن ما صرف الراتب بتاعه بالزياده في المفروض يبدا في جولاي اللي هو شهر 7 المفروض يبدا الدفع بالمبلغ الجديد اذا حصل اي كيس ما دفعناه في نفس الشهر شهر 7 ما دفعنا مثلا مرتب بالتعديل معناته طوالي المواطن حيعرف نفسه انه حياخذ مرتب ما معدل ده لكن لازم ياخذ الفرق بتاعه في الوقت اللي احنا نفذنا فوقه التعديل يعني مثلا لو مرتبنا بشهر 7 المفروض يكون 10,000 بالتعديل وقام الدوله بالراتب الهيكل القديم الدوله 5,000 معناته الزول ده عنده بيسموه اريس عنده فرق الفرق ده لازم يدفع ده حق بتاعه اوكي طيب هتكمل الرواتب المتاخره 200 نعم المرتبه المدخره هتكمل المرتبه المتاخره عندنا سياسات في وزاره الماليه طبعا انت تعلم جيد ان احنا في قروش جاده من الاي ام اف والقروش دي دائما بتمشي للمرتبات الفتره اللي فاتت ادونا يعني نشكرهم عبرك الاي ام اف والويل بنك يتعاونوا جدا مع وزاره الماليه وحتى في تقاريرهم اكدوا انه في ترانسفرنسي يعني في شفافيه مع الويل بنك ومع الاي ام اف في مساله كيفيه الصرف فنحن عندنا كان سياسه في وزاره الماليه كل بعد اسبوعين بندفع كان راتب يعني في المتاخرات
وهذه السياسة مستمرة. الآن دفعنا لحد شهر جون اللي هو شهر 6، نحن الآن في ترتيبات ندفع شهر 7 و8 و9. أنا ما داري أعلن للناس إنه حندفع الثلاث شهور دي 200، لكن داري أطمن المواطن إن إحنا وزارة المالية الآن شغالين في دفع هذه المرتبات. أوكي طيب، قلت الـ IMF والويل بانك هم اللي بيدفعوا المرتبات؟ هم مش بيدفعوا المرتبات، هم دعمونا، هم دعمونا، لكن هم خصصوا الدعم بتاعهم لدفع المتأخرات. أوكي نعم. ما حاجة موسف إنه يكون في جهة خارجية تدعمك عشان توفر مرتب للمواطن بتاعك؟ هو ما ما ماشي موسف، لأنه برضو معروف معلوم إنه الكوارث تأتي والحروبات تندلق، والدول الدول عندها يعني عندها يعني جهات بيشتركوا فوقه. المجتمع الدولي معني انه عبر الامم المتحده وغيره، المنظمات الاقليميه والدوليه، هي معنيه انها تساعد تلك الدول التي تمر بكوارث. هسه الان احنا مو بس بكوارث السيول والامطار، نتوقع انه برضو الدول ممكن بعد يتم اعلان حاله الطوارئ بتاعه، الدول ممكن يجوا ايضا بالدعومات بتاعتهم. هذا لا يعتبر عيب بالنسبه للدول، لكن الدعم ده يعني جه قبال كارثه الفيضانات. هو مش الفيضانات في حزب، حتى الحروبات، ما احنا اصلا الظروف الاقتصاديه المر بها الدولة واحدة منها الحرب، وهم على علم بذلك انه الدولة مارة بظروف، وبالتالي المجتمع الدولي من بامكانه، وده حتى في الاتفاقية بتاع السلام انه يجب انه المجتمع الدولي يقيف في دعم السلام حتى يلقى طريقه للتنفيذ بطريقة كاملة. سؤال، المسألة الوضع عادي بالنسبة لكم؟ بالنسبة لنا كقادة للبلاد، كقادة للبلاد الوضع ده عادي انه تتلقوا دعم من جهه خارجيه؟ هو دعم من الولد الاول للمواطنين، في عشان المواطن برضه يكون على المام، ما الدول اعضاء، الدول ذاته المجتمع الدولي ده، نحن اعضاء في الامم المتحده، نحن اعضاء في الولد بنك، نحن اعضاء في الاي ام اف، اي دوله عندها هناك اسهاماتها، وبالتالي هذه الاموال هي اموال عالميه. وصل انه شعر انه والله الجهه الفلانيه بيحتاج انه يدوا دعم، بدوه دعم مشروط، بدوه دعم بهدف محدد، مش هيستمر للابد لغرض محدد. هل اذا شعره ولا اذا الدوله المعنيه قدمت طلب؟ الدوله المعنيه انها تدفع الرواتب، ده حقنا نحن، ده مقطع الدول، مقطع العالم. طلب للاي ام اف والبورد بنك انه ساعدونا عندنا مشاكل. على العلم الاي ام اف ما بتدخل الا بعد ما تطلب انت الدعم. ما اوتوماتيكال انا زي ما وريتك، نحن ما جزء من ذاك، نحن ما منعزلين. يعني ما الجنوب براو تابع، يعني مثلا الاي ام اف ما بدي الجنوب براو، بدي دول كثيره، مش بديهم لانه يعني ساكت، لا، لانه دي حقوق بتاع المجتمع الدولي تجاه ديل. الاي ام اف ده الناس مشتركه فيها، الويل بانك الناس كلها، عشان كده اسمه ويل بانك، البنك العالمي ده الناس قاعدين فوق. اوكي، بتدي بده دول ثانيه، لكن بيدعموا مشاريع، مش موضوع مو مرتبات. المثال انه في دول الاقليم الحوالين ديل، الاي ام اف والبنك الدولي دعمهم لمشاريع كبيره، مش عشان يدفعوا مرتبات. بدعم، وصل في طريقتين للدعم، في دعم للمشاريع، وفي دعم للسبورت بجت، يعني لدعم الموازنه بتاعتك، اذا في اشكال في الموازنه ممكن تلقى دعم. ده لا يعني انه انت، لكن في النهايه انت كدوله مطالب فعلا انك توفر الرواتب. ده يعتبر شيء، ده حق بتاع الدولة تجاه المواطن، ده ما عنده، ما فوق نقاش. يعني من حق الدولة انه لازم يوفر الراتب، ومن حقنا ان احنا ندفع النفقات بتاعت الدولة، ده حق، ده ما فوق اشكال، وده واجب وزارة المالية. اوكي طيب، لسه مواصلين حوار مع نائب وزير المالية سيد أجوك ماكور، لكن نطلع فاصل ونرجع. رجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مواصلين حوارنا مع نائب وزير المالية السيد أجوك ماكور. سيادة الوزير، في اتفاق سلام
لاقي مشكلة بتاع التمويل. أنت طرف أساسي في الاتفاق. كيف الاتفاق راح يمشي لقدام وأنتم قادرين تمولوا برامج وبنود اتفاق السلام؟ كلام سليم. الاتفاق فعلا مر بتحديات. تنفيذ الاتفاق يمر بتحديات لا يمكن أن ننكر ذلك. واحدة من أهم التحديات بمر بها تنفيذ الاتفاق هو التمويل. والتمويل ده ما بسيط عشان يمولوا التنفيذ على الاتفاق، لأنه أصلا لتنفيذ الاتفاق ده محتاج لأموال. يعني مثلا عشان تدرب القوات وعشان توفر لهم الشلترز وعشان توفر لهم اليونيفورمز، توفر لهم المعدات بتاعتهم، توفر التخريج، توفر الكادر ذاته الماشي يدرب الناس، ده كله يطلب مال. وده يعني التنظيمات الموقعة للاتفاق بما فوق نحن ساعين انه لازم يتم تنفيذ الاتفاق كما هو، بالرغم من الظروف مرة يعني في 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 ضغط على الوضع بتاع انه الجداول المحددة نحن ما مشينا بها، يعني ما نفس الجدول، يعني في حاجات المفروض كان يتم تنفيذه قبل تكوين الحكومة كاتفاقية. طبعا الاتفاق ده فوقه حوالي 110 نشاط. 110 نشاط ده مقسم لمجموعتين، في مجموعة بتاعت حوالي 57 نشاط كان مفروض يتم تنفيذه قبل تكوين الحكومة بتاعت الانتقالي اللي هو بيسموه الفترة ما قبل تكوين الحكومة، 57 نشاط. وفي 53 نشاط مفروض يتم تنفيذه بعد تكوين الحكومة. ولكن لو نظرنا وجدنا نفسنا احنا كوننا الحكومة قبل ما ننفذ ال 57 نشاط بتاعتنا، ما نفذناه لأسباب اللي هو زي انت ذكرته. وبعد ذلك في ضغط اقليمي ودولي انه يا اخي لازم يتم تكوين الحكومه. تم اصرار انه يتم تكوين. انت لو لاحظت حتى الفتره الانتقاليه 8 اشهر الاولى انتهينا منه، عملنا زياده بتاع 6 شهور ثاني انتهينا منه، عملنا زياده 100 يوم ثاني انتهينا منه. المجتمع الدولي اصر انه لازم يتم تكوين الحكومه. الوقت ذاك الانشطه تم تنفيذها اقل من ده، ما لحق ال 40، يعني يمكن يتراوح ما بين كم و 30 وكذا، معناته ما كملنا. نحن رحلنا، وده حته مهمه، رحلنا جزء من الانشطه بتاعت 57 رحلناه للفتره بتاعت تكوين الحكومه. عشان كده الان في ظروف صعبه، حتى الفواصل بتاعت الاتفاق، الاتفاق بيكون من 8 ابواب اللي هو 8 شفتر. الشفتر الاول بتاع تكوين الحكومه او تكوين المؤسسات، انت ليه حسي ما كملناه؟ ايه رايك؟ يعني هسه نعم مشينا كويس، كوننا الحكومه التنفيذيه على المستوى القومي، وكوننا التنفيذي على مستوى الولايات، وكوننا الهيئه التشريعيه القوميه، والان لسه لنا محتاجين نكون برضو المجالس التشريعيه الولائيه. اوكي طيب، عندك باعتبار ما عاد هسه لسه عاد ذاته ما كملنا الباب الاول. اوكي، باعتبارك يعني عضو في المكتب القيادي للحركه الشعبيه في المعارضه، استردت كثير من التحديات اللي قاعده واجهت تنفيذ الاتفاقيه، شنو تقييمكم الفعلي للاتفاق ده؟ تقييمنا للاتفاق ممكن نغر بانه في سلام، ولكن في تاخير في التنفيذ. يعني لازم نقبل ده، في سلام، وقعنا سلام، التزمنا بانه ما في زول ثاني الان يعني رجع للحرب من كل الاطراف الموقعه للاتفاق، الحكومه ونحن، ده يعتبر السلام موجود والان محسوس او ملموس بالنسبه للمواطن، يتنقل من مكان لمكان دون يعني مخاوف، ده دليل على انه في سلام. ولكن السلام ده برضه عشان يكون حقيقي محتاج لتنفيذ البنود بتاعتها. البنود الان في تاخير في التنفيذ. اوكي طيب، كيف يكون هو سلام حقيقي في وقت لسه عندك مواطنين؟ انا قسمته لمجموعتين، قلت لك في سلام من حيث السلام، يعني ما في حرب. اوكي، يعني مثلا الايو ما قاعد يحارب الان، نحن كايو مثلا سوا مثلا ما قاعد يحارب ثاني، اف ديز ما قاعد في المعارضه، الاو بي بي ما في المعارضه، وكذلك الحكومه التيغونو قاعد ما في المعارضه، ما عدا خمس اتجاهات الخمسه البارتنرز ديل هم التزموا بانه ما في زول قاعد يحارب الان، دي نقطة بتاعت السلام. اوكي طيب. ولكن السلام ده عشان يكتمل، انا اتفق معك، عشان يكون فعلا سلام حقيقي محتاج انك تنفذ بنوده، وده اتفاق. اوكي طيب، انت بتتكلم عن انه في سلام، طيب يكون في سلام كيف؟
وفي جزء كبير من المواطنين ما حاسين انه في اتفاق سلام، لحد هسه قاعدين في مخيمات الامم المتحده. ما ده الكلام، ده الكلام بتاع التنفيذ. ما انا السلام اللي كانت عنده سلام باعتباره ما في زول بيضرب زول، يعني ما في حرب، يعني الحرب وقف، يعني سلام بتاع نخبه سياسيه. لا الحرب وقف، لا مش مثلا نخبه سياسيه، ما نخبه سياسيه، انت قاعد تحسبوها الان. يعني مثلا لما كان في حرب انت ما من سهوله انك مثلا تمشي مناطق اللي كان فوق حرب الوقت ذاك. الان تمشي، تمشي على النيل، يمكن تمشي بلاكال. الان في حكومه بلاكال، يعني انا اتفق معاك انه في سلام باعتبار الحرب وقف، لكن ما في تنفيذ بنود، في تنفيذ جزئي ما كامل. لأنه وردك الانشطه المفروض تنفذ 110. اوكي. ال 110 ما نفذوا كله. انا ممكن امشي مكان في على النيل، لكن مثلا ما ممكن امشي مجانس. ده موضوع اخر، موضوع مجانس ده يعتبر موضوع ثاني، ده شيء افتعلوه وده ما نحن، ده شيء جديد ظهر. وحتى المجانس ما انا افتكر الان هم ذاته ساعين انهم يرجعوا للسلام. الان انت بتكون شايف انه شايف الحكومه مشت وجالستهم وهم يتفقوا انه لازم يكون في سلام، معناتها بالنسبه لي في سلام، حتى لو في حتات بسيطه الزول ما بيقدر يتحرك فوق لاسباب بتاعت مخاوف شخصيه، ما ده لا يعني كما كان عليه الحال قبل اتفاقيه السلام على الاطلاق. اوكي. طيب بتاعتك يعني الشريك بتاعكم في الحكم كل مره بيتكلم انه جاهز للانتخابات في 2023، هل بنفس القدر الحركه بتاعكم جاهز للانتخابات في 2023؟ قبل ما نتكلم عن الجاهزيه نتكلم عن ترتيب الجاهزيه. هل هناك تم ترتيبات التي يؤدي للانتخابات؟ ان احنا الناس الدارين الانتخابات اصلا، ان احنا ذاتنا السلام ده هدفه الاساسي تحول ديمقراطي، هدفه الاساسي الذهاب الى الانتخابات، ده الاتفاق. ولكن قبل الذهاب الى الانتخابات هناك ترتيبات يجب ان تسبق الانتخابات. ما هي تلك الترتيبات؟ واحد، عندك مثلا الاحصاء. الان الاحصاء لسه ما عملناه، اسدر دي كلام عام. طيب عندك المفوضيه بتاعت الانتخابات المفروض يتم اعاده قانون وترتيبه، لانه لازم يكون مفوضيه مستقله ما مفوضيه حكوميه. الان لسه عندك حتى الاحزاب، قانون الاحزاب او ميز الاحزاب، الترتيب بتاعه لتسجيل الاحزاب لسه كم ده ما بقينا فوق. ناهيك عن ذاك، انت ذاتك تنفيذك للاتفاق اللي بعدك بيخليك تمشي للديمقراطيه، انت ما نفذته. انت هسه هل المده اللي فضلت عشان نمشي ل 2023، هل في المده دي ذاتها نحن قادرين نعمل الحياه دي لو عملناها؟ والله نحن محتاجين لده، ده الاصل. يعني كلام الحكومه ده كلام ما بطل كونه داير انتخابات، انا افتكر ده كلام ممتاز. لكن هو ما يتكلم عن الانتخابات قبل ما يرتب الاسباب اللي بيخلي الناس يمشوا الانتخابات. نحن محتاجين ترتيب كلنا كشركاء. انتم ما جاهزين الانتخابات في 2020؟ مش ما جاهزين، ما جاهزين كيف؟ ولكن نحن محتاجين لترتيب، محتاجين لتنفيذ، محتاجين لقوانين، محتاجين لدستور. اوكي. انت ما بدك تمشي الانتخابات. اوكي. طيب الاجراءات ممكن تدعمل في 6 شهور؟ الله ممكن تدعمل. نتمنى ذلك. لا ممكن يدعمل 6 شهور؟ نتمنى ذلك. اوكي. طيب اذا الترتيبات كلها اكتملت هل حتكونوا جاهزين للانتخابات؟ بالضرورة. هتدفعوا بمرشح للرئاسة؟ لا، نريد أن نتحدث في أشياء قبل أوانها. من الذي يترشح ومن الذي لا يترشح؟ لا نريد أن نتحدث عن ذلك الآن، سوف يأتي وقتها. أوكي. هل هتقبلوا بمجموعة بتاعت كيت جوان كشريك في المرحلة الجاية؟ كيت جوان أنا استغرب، يعني أنا ما كنت أتكلم عن كيت جوان. كيت جوان هم جزء، هم اصلا جزء من الحركه الشعبيه في المعارضه، ولكن اختاروا طريق، هم اختاروا طريق، اعلنوا انهم يعني تركوا الحركه الشعبيه الايو وكونوا لنفسهم طريق اخر، وهذا شانهم. هذا شانهم، ومن حق اي شخص يختار الشيء داير يختاره، لأن نحن ديمقراطيين في المقام الأول، وبالتالي أي زول
يعني داري يفتش له تنظيم سياسي او داري يعمل له اي حركه. انا بالنسبه لي كزول ديمقراطي ده شانه، ما افتكر تقول لزول ليه اخترت ده او ليه تخليتنا، ما بنقول لزول الكلام ده. لكن في النهايه ده نقول للناس دير كلهم، كان في كيد جوان ولا كان نحن زادنا الايو ولا كان الحكومه ولا كان اي جهه، ده نقول لهم عبر البرنامج بتاعك انه في النهايه ده ما وقت لرفع السلاح مره اخرى. اوكي طيب، كلنا محتاجين للسلام. اوكي، هل اختيار بالطريق ده هل شكل لكم صدمه؟ ابدا ابدا. يشكل صدمه كيف؟ شكل صدمه كيف؟ هو اصلا احنا الانقسام اللي حصل في او الناس اللي انشقت او الناس اللي خلوا الايو ما بدا بالجماعه دي. الحاجه دي بدات منذ بعد توقيع السلام مباشره. عدد كبير جدا او ناس كنت عارف متابع بدوا يطلعوا من الايو، وده حقهم الطبيعي وده اتجار الرايتس بتاعتهم، ما بنتدخل فوق. انت تعلم جيد انه مثلا جيمس جيمس ده اللي هو سي دي ار جيمس كونغ طلع من ال كان نائب رئيس هيئه كان يعني دي ماشي جديده ظاهره ما جديده، طلعوا من الايو انضموا للحكومه. قلنا اذا اوكي ده طبعا ده رايهم، لكن في النهايه نحافظ على السلام الموقع. طلعت من هنا انضميت الى هناك، طلعت من هناك انضميت الى هنا، ولكن يظل السلام هو الاساس، ويظل الاتفاق هو المصدر، ويظل الاتفاق هو المحتاج تنفيذ بغض النظر عن انتقالك. الانتقال شيء طبيعي، تنتقل من هنا الى هناك مرحب بيك. كيد جوانج يريد انتقاله من مكان لمكان مرحب بهم، ولكن في النهايه نحتفظ بالسلام. وعبر نقول لهم نحن محتاجين للسلام، ايدينا دي ممدوده لاي زول من اجل السلام. طيب شكرا سعادة نائب وزير الخير المالية سيلي غوغ ماكور على زمنك. بكده بكون خلصنا حوارنا، والأمل نلقاكم في حوار جديد مع شخصية جديدة. شكرا للمشاهدة. شكرا لك.